السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحتاج أيضا إلى حساب جوجل المطورين جوجل بلاي كونسول. جوجل بلاي كونسول هذا لازم يكون أنت عندك حساب مطورين. على سبيل المثال أنا دخلت لاحظ عن طريق حسابي الغير أكتف، أوكي، ساين إن وذ ديفرنت أكاونت. على سبيل المثال الديفرنت أكاونت هو ساين أوت. حوالي العربية. اوكي محمد عيسى gmail.com and next password حسب اللي اتوقع يعني. إذا هي لكون نازل باسورد. أوكي هنا نجي لاحظ هنا دخل في حسابي الخاص، هاي مجموعة تطبيقات أنا قمت بتصميمها ورفعها. فمجرد أنه أنت تذهب لـ Create Application. الـ Create Application هل هو بأي لغة مثلا؟ على سبيل المثال أختار اللغة العربية مثلا، Title تضع على أي Title هنا مثلا Test على سبيل المثال، أو لاحظ بالعربي مثلا محمد، تمام. هذا خلي أفصله لأنه ده يعمل لي مشكل. أوكي create. فهنا نجي محمد، هذا هو التطبيق. هنا تضع التايتل، هنا description وصف ما هو عمل هذا التطبيق، تمام. هنا تجي تضع تفاصيل هذا التطبيق أنه يعمل هكذا وكذا 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 من أمور. أوكي عندك هنا لحد 80 حرف يتحمل، هذا لحد 50 حرف يتحمل، هذا لحد 4000 حرف يتحمل. بعد ذلك يطلب من عندك الصور، ترفع الصور لتطبيقاتك، اوكي، كتابلت كاندرويد تي في، انت عندك الفون والتابلت او مثلا فقط الفون براحتك. هنا يطلب من عندك مجموعه صور اللي هي 5×512×512 و1024×500 طول. هذا عرض طول، عرض طول، اول شيء العرض بعدين الطول. هنا مجموعه اسئله، انا برومو فيديو، اذا عندك فيديو توضيحي الى، اذا ما عندك اتركه. لاحظ فقط النجوم معلات مطلوبه يجب املائها. نوع التطبيق هو ابلكيشن. الاختصاص ما هو؟ على سبيل المثال هو كتاب، هو تجميل، هو اي شيء، education مثلا تعليم، اوكي. ورايتنج ايضا يحتاج، هاي تعمل كليك ياخذك على موقع اخر وتعمل فيها الرايتنج ويرجع لك. الويب سايت، الايميل، الويب سايت غير يعني شرط، الايميل ضروري. لاحظ هنا عندك نجمه، الاشياء اللي فيها نجمه يجب وضعها. الاب ريليز هنا خلينا نقول اوكي. الاب ريليز لاحظ هنا يطلب من عندك الاب ريليز فيها غيرين الاماكن. لو نجي على المانج برودكشن كرييت ريليز، اوكي هنا عندنا ريفيوز سايند والى اخره. خلينا نشوف هنا أنا. لاحظ هنا خلينا نقول كونتينيو. لاحظ جوجل بلاي اب سايند، اوكي. هنا راح يطلب من عندنا الرفع هذا السايند، تمام. لاحظ سحب وافلات ايضا ينفع، تمام. انا عملت سحب وافلات، الان بدا يحمل الاندرويد ريليز اي بي كي. لاحظ 48 49 50 راح يبدا يعمل ابديت، يحمل كله تقريبا، ما بقى شيء، هو تقريبا راح يوصل التسعينات. الان يعمل بروسيس، ترى مبروك عليك تم رفع التطبيق. لاحظ هذا هو التطبيق موجود، ممكن ايضا تعمل ريموف. هذا تطبيق الرفع بمعنى انه التطبيق اللي عندنا احنا سايند، تمام. لن يتم رفع التطبيق اذا كان غير سايند، يعني اذا لم يتم توقيعها وعملها بالطريقه اللي احنا عملناها لن يتم. فعندك طريقتين، يعني اما تعمل بالايونيك اما تعمل بالاندرويد ستوديو، انت حر. فهنا الريليز النسخه، النسخة الأولى، النسخة الثانية، فيرجن 1، فيرجن 2، أي شيء تريد. هنا تريد تضع أي شيء نوت وإلى آخره من الأمور. فبعد ما يكمل لاحظ لازم كل هذه الخطوات يكون عندك صح 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 صح. لاحظ هذول اللي ظاهرين بالعلامة المثلث والتعجب، هذول فقط املأهم كما احنا عملنا مع الريليز. آخر شيء هو فقط بدل ال
خلينا نقول بدل الكلمة الدرافت راح يظهر عندك publish، فتستطيع انه انت تعمل publish لها. لاحظ هنا عندك save draft، لو قمت بملئها كلها هذا راح يتحول الى كلمة publish، لو ضغطت عليها راح تشوفها موجودة في بقية التطبيقات. فاذا هذه هي طريقة ايضا الرفع على جوجل بلاي. اوكي لاحظ احنا عندنا تطبيقات موجودة تمام، فلترينج او اي شيء اخر. طيب طبعا ايضا لما تيجي تعمل publish راح تشوف انه ليست publish، يعني تنتظر تقريبا 24 ساعة لين لازم يتحققون من التطبيق وبعدين يجون يعملون لك اياها publish تمام. فهذه هي طريقة الرفع للاندرويد ستوديو او جوجل بلاي. ففي هذه الحالة احنا نكون وصلنا لنهاية الدرس. لهنا نقولكم مع السلامة.